احلى ريش نعام عندنا النهارده في حلها منورانا ومقعدينك في جو كله ريش نعام وتكييف ميرسي. جميل. منورانا، كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه متالقه في رمضان. كعادتك جدا انتي كمان. هنحلها بقى على طريقه ريش نعام النهارده ولا ايه؟ هنحلها ان شاء الله. خلينا على طريق داليا البحيري منورانا في حلها. بطاقتك يا داليا بسرعه. الحاجات المحرجه دي اول ما حد يقول لي بطاقتك تحسي اقلق على طول. بطاقتك هتسيبيها هنا، هتنسي داليا البحيري وانسي ريش نعام دلوقتي، وهتاخدي بطاقه حلها ونبدا معاكي بعد 10 ثواني وانتي بتقري في صمت. هنبدا معاكي داليا البحيري، حلاله المشاكل، التبرع بالدم، العمل في اخر لحظه. حلها الصوره بتقول كالتالي، تخيليها معايا. بنطلع بعد الصلاة من الجامع، أو بنخرج من باب الكنيسة، أو بنمشي في الشارع قرب الجامعة، أو قرب مدرسة، أو في ميدان التحرير، أو ميدان مشهور. بتلاقي عربية بتمشي ومعها ميكروفون بتنادي على متبرعين للدم، والصوت بيقول يعني يا ريت حد يتبرع بالدم، وان ده دمك هو دمي، وحملات وشعارات علشان يحاولوا يجذبوا اكبر متبرعين من الناس، او من الناس اللي ماشيه في الشارع، او من طلبه الجامعه، او من المتردد على مسجد او كنيسه، يعني اكتر ناس فيها تجمع للتبرع بالدم. الصوره اللي انت شايفاها دي بتتكرر في ميادين مصر، بتتكرر في اماكن عامه كتير، شايفاها؟ انا هقول لك، يعني انا رايي ان الاماكن اللي بتروح ليها الحملات دي غلط اصلا من الاول. انا ما اروحش للناس ماشيه في الشارع حرانه مش شايفه قدامها اللي وراه مشاوير، واللي عايز يروح يجيب عياله من المدرسه، انا شايفه ان الاماكن اصلا اللي عليها تارجت غلط. يروحوا فين؟ أنا يعني روح. اول حاجه عندنا في الحل روح. المكان غلط. عملنا كروس عليه على طول. اروح في حتت الناس تبقى مرتاحة، فيوم لما اجي اقول له تعالى اتبرع بالدم يبقى هو في مكانه، انا رايح له مكانه، رايح له هو مرتاح، مش هيعمل افورت او هيعمل مجهود زيادة ان هو يعمل ده، مش في مكان هو بيتحرك فيه، وانت عارفة المواصلات عندنا عاملة ازاي. هيبقى او داخل على الجامع وداخل يصلي بسرعة ويطلع، او داخل الكنيسة برضو داخل يصلي ويطلع. قولي يمكن عند الكنيسة والجامع الحتة الدينية عند الناس بتبقى بيحاولوا ان هم بس برضو ممكن ده وجودهم عند الجامع او الكنيسة مستفز. زي ما تبقي انت بتاكلي ويجي واحد شحات يجي يقول لك اجيب ساندوتش ولا بتاع، يعني فلازم فانا ممكن استفز ما ادلوش حاجه، يعني فاهمه قصدي؟ لا، لازم اختار المكان اللي انا فانت أعمل شركات فيه ده. كبيره الانديه ما استفزش الناس، يعني اهيئ لهم الجو ان هو لما يعمل ده يبقى هو مرتاح برضه. فانا شايفه الشركات الكبيره نبتدي بيها، ويبقى في ميعاد سنوي او دوري ان الناس يبقى عارفه ان ده وقت بيحصل فيه كده. طب اقول لك حاجه داليا، زمان الناس برضو كانت بتتبرع بنفس الطريقه على فكره، بتبقى العربيات موجوده في ميدان التحرير قرب الجامعه، نفس الحكايه، وكانت الناس بتتبرع اكتر. زمان ما كانش فيه زحمه، زمان الظروف اتغيرت. يعني لما نشوف زمان كان ايه ودلوقتي الناس بقت عامله ازاي. طب انا جزء من المشكله اللي عندي واللي انا عايزاكي تقولي لي حلول فيها، التبرع بالدم معاكي، هنغير المكان. احنا ممكن نغير المكان والناس برضو ما تتبرعش، يعني ثقافه التبرع نفسها انا عندي مشكله فيها. حلها ايه؟ مش ثقافه التبرع، يعني انا مثلا هقول لك انا من الناس يعني اللي منهم عن انه فعلا عندنا مشكله فيها. بالظبط. بس انا اخر مره شفت عربيه تبرع بالدم ايام الجامعه، انا بتكلم بصراحه. يعني اخر مره افتكر ان انا اتبرعت، يعني رايحه عشان اتبرع كده بالدم، كان ايام الجامعه. ما بشوفش ده في الاماكن، لا في الاماكن اللي كنت بشتغل فيها ايام كنت مذيعه ما شفتش ده، في البلاتوهات عندنا ما شفتش ده. انت عارفه احنا بنستورد قد ايه وحدات دم؟ بنستورد رقم عندنا احنا عندنا يعني احنا عندنا فقد جديده نقص من 200,000 من قد ايه؟ بنستهلك احنا 1,200,000 يعني لا كتير سنويا، واحنا تعدادنا كبير. وعندنا حوادث كتير على الطرق طبعا. يعني بجد احنا عندنا مشكله في مساله التبرع. والله انا رايي برضو من الاماكن المفروض يروحوها مثلا مارينا نروح نحط عربيات في مارينا والناس تتبرع هناك.
يعني ناس، انا اللي عايزه اقوله ان ايه، ناس مرتاح. انا اروح لواحد مرتاح واروح لحد عنده هلاقي اكيد في تجاوب. ما اروحش لحد في وسط الظروف صعبه واقول له تعالى اتبرع لي بالدم، انا ما عنديش وقت لده. انت عايزه تروحي لواحد مرتاح فيبقى اقباله على التبرع اكتر. بالظبط. انت متخيله الناس في مارينا يتبرعوا بالدم؟ اه والله طبعا، ليه لا؟ هيتبرعوا بالدم؟ اه طبعا هيتبرعوا بالدم، ليه لا؟ عندهم وقت. عشان الساعة ايه؟ 6 الصبح. لا عندهم وقت. عندهم لا اذا مش عندهم وقت في مارينا يبقى هي امتى؟ لا طبعا، ومش في مارينا بس، انا قصدي الاماكن اللي فيها الاماكن العامه اللي فيها نسبه ناس اكتر، ان فيها تجمع بس في نفس الوقت تجمع صح، ناس طالعه تتفسح ترتاح في اجازه. يعني لما اقف 5 دقائق عشان اتبرع بالدم غير لما ابقى في شارع والناس راحه في مواصلات راحه وجايه، ما عندهمش وقت ان هو يقف ويضيع من وقته واوريدي الدنيا زحمه واكيد هيبقى في طابور. فلا انا اروح للناس مرتاحه ما حملهمش. طيب هديكي صوره تانية وعايزه حل فيها. انت عارفه احنا عندنا طبعا نسبه فقر موجوده وعاليه، فالفقير النهارده بيتبرع بدمه عشان يتاجر بيه، تمام، عشان ياكل بكره، تمام، فبيتبرع مثلا بياخد الكيس ب100 بيتباع ب200. سوق سودا يعني. شايفه الصوره دي؟ شايفاها. طبعا هي حاجه محزنه. طيب نحلها يعني فيها. انا مع ان يتبرع بدمه وياخد فلوس مقابل ده، مش عيب. ما هو بيضطر يتبرع ولقاها تجاره فبقت تجاره. لا بس ان انا بقى اخد اللي انا الكيس ده بقى مين بيبيعه ب200 بعد كده؟ اكيد المستشفى بتبيعه للمحتاج ب200. هنا لازم يبقى في كنترول معين، انه يبقى في ريسيت او يبقى في حاجه يتقال ان الكيس الدم ده يتاخد مقابله 100 جنيه بحيث ان ما يبقاش بقى في سوق سودا، انه يروح فعلا للبني ادم اللي هو محتاجه من غير ما يبقى في مزايدات على يتباع ب200 250 واللي يدفع اكتر. انت عارفه ان احنا بدانا نستورد ممكن من الصين دم كيس ب80 جنيه 80 جنيه اه يا بلاش والله. بس عايزه اقول لك دي أرخص. فكره حلوه جدا. بس هنبدا ناخد كمان دم اذا هنبتدي نعمل يعني ناخد دم من الصيني. خدنا الياميش والمكسرات والفوانيس والموبايلات والتلفزيون وكرومبو اي بس المشكله بقى ان لو هناخد الدم الصيني ونبتدي ننتج زيهم انا ما عنديش اي مانع، انا شايفه انها حاجه هايله. يعني اذا ده هياثر علينا وان العماله المصريه تبتدي تنتج زي العماله الصينيه يعني يخش الجين عندنا. يعني جين الشغل ده يخش عندنا يبقى جميل جدا. واحنا بنتكلم على اكياس الدم، انت عارفه ان احنا عندنا مشكله انه على البطاقه او الرقم القومي ما عندناش فصيله الدم. الحوادث اللي بتحصل في الطريق واللي فجاه حتى لو لقيتي بطاقته انت مش عارفه فصيله دمه ايه عشان تلحقي تديله حتى دم. يا دوبك بيكتبوا الديانه كفايه. انت عارفه انه في مجاميع على الفيسبوك عاملين انه لازم يبقى في ده، حليها الصوره دي. لا انا رايي من الضروره يعني في خانه عندنا على البطاقه، انا رايي انها تتشال الديانه ويتحط مكانها فصيله الدم. لان انا شايفه فصيله الدم مهمه جدا زي ما انت بتقولي، ممكن حد يعمل حادثه على ما يدوروا على اهله ولا ناخد له تيست نعرف ده او ولا ايه. لانه لما يحصل الحادثه انا مش عايزه اعرف، مش عايزه اعرف إيه، كلنا مصريين إيه، لكن عايزه اعرف فصيله الدم عشان اقدر ان انا يعني عايزه معلومه أساعده. مهمه يوم لما الشخص ده يتاذي او يبقى فيه حاجه يبقى عندي المعلومات اللي بيها اقدر انقذ حياته. طيب يبقى احنا وصلنا للحل ده، نروح على اللي بعده. يلا طيب نروح على اللي بعده. الصورة الثانية اللي عندي في اللحظة الأخيرة، كل حاجة في حياتنا في اللحظة الأخيرة. رمضان بيجي كل سنة فجأة ما بنبقاش عارفين ميعاده، فبتبقى كل حاجة بنعملها فجأة. أنا بصور البرنامج قبلها بيومين، أنت لسه مخلصة المسلسل بقالك مسلسل بيتعرض ولسه كنت بتصوري لغاية من يومين. كل حاجة عندنا اللحظة الأخيرة. ده حقيقي. فاتورة المحمول الناس بتدفعها في اللحظة الأخيرة بعد ما يبعتولك رسالة واثنين وثلاثة. فواتير أو المصاريف المدرسة بندفعها في اللحظة الأخيرة. كل حاجة بنعملها اللحظة الأخيرة. الضرائب بيفضلوا يقولوا المهلة ويمدوها بعدها بأسبوع. بمهلتين. بندفعها في اللحظة الأخيرة ولو إن الناس أحياناً تبقى ليها حق. كل حاجة عندنا اللحظة الأخيرة. بنذاكر في الامتحانات قبل الامتحان بيومين. بندخل الاستوديو قبلها بدقيقتين. بنقرأ طوابير كله اللحظة الأخيرة. شايفة الصورة؟ شايفاها كويس قوي. بس أنا رأيي إيه؟ إنها قبل ما نقول حلها إيه نعرف هي جاية منين الأول. جاية منين؟ هي مشكلة سيستم. مشكلة جاية من فوق.
تتحل من فوق. السيستم بايظ داليا، حلي. هحل السيستم بايظ يعني ايه؟ ما هو الناس مثلا يجي يقولوا لي الناس عارفه ان العيد جاي، ما يروحوا بيشتروا الحاجات ليه في اخر لحظه؟ لان الحاجات بتطرح في السوق قبليها باسبوع. لا خليني انا ارد بقى على الناس. ما هو انا طبعا دي الزحمه دي، لا اهي لان احنا في اللحظه الاخيره. لا عارفاها عارفاها عارفه شكلها كويس. اللحظه الاخيره دي برضو اللي هو ميعادك مثلا بتنزلي ميعادك 6، انت بتنزلي 6 الا ربع، تقولي انا اعمل ايه الطريق واقف؟ ما هو انت ما نزلتيش الساعه 5. انا طبعا في مصر لازم تنزل الساعه 3 الظهر. انا متعوده انزل قبل ميعادي، احسب الميعاد قد ايه واحط فوقيه ربع ساعه، بس في مصر اتعودت احط فيه نص ساعه، فدايما اوصل قبل ميعادي 10 دقائق ربع ساعه، عامله حسابي على كده. دي برضو زي ما قلت لك سيستم، انا اتعودت على كده وتربيت على كده من وانا صغير على السويس تايم. ابويا بقى كان قاعد لنا بالثانيه، انت اتاخرت انت، فاتربيت على كده. احنا اتربينا على كده هنا في مصر، بقى السيستم كده يعني. لسه كانوا بيقولوا لي في الاسواق مثلا بره في الكريسماس والنيو يير الناس عندهم الديسكاونتس بتبدا امتى؟ هنا الناس بتستنى على اخر لحظه عشان مستنيين قبل المواسم ان يبقى في غير الفلوس تجيلهم، ان يبقى في كمان نعمل ديسكاونت ونعمل سيل يعني نعمل اوكازيون. هناك بره بيعملوا ايه؟ بيبتدوا الاوكازيونات من نص شهر 10 علشان الكريسماس والنيو يير في 12. فابتدي اعمل ايه؟ الناس المقتدره اللي مش عايزه تخش في الزحمه وعايزه تجيب حاجات كويسه بيخططوا من بدري، بيبتدوا ينزلوا في شهر 10 وياخدوا مثلا 20% 30% ديسكاونت. اجي في اول 11 ابتدي اعمل 50% استقطب صحيح طبقه ثانيه. اجي بعد كده لحد بقى على اخر ثانيه اعمل 70% و75% علشان اللي محتاج بجد الديسكاونت ده ياخده، وما يبقاش عندي الزحمه ان المقتدر والغير مقتدر يتزحم. والتوابير يعني التوابير اللي انت شايفاها الناس دي واقفه، لان كل ده على اخر لحظه. لا مش على اخر لحظه، التوابير دي على اخر وعايزه اقول لك حاجه، التوابير دي موجوده في اوروبا مش تبقي عارفه. بس منظمه. بس التوابير هنا ليه؟ لان على ما بيطرحوا الحاجه لا بالزبط. ما هو الناس برضو بيستنوا لما الطابور يتعمل وبعدين يبتدوا يطلعوا الحاجه، ما بيشتغلوش في ميعادهم برضو. طب ما تعالي نفكر في حلول. يعني احنا اللحظه ان احنا نبقى منظمين، ان يبقى عندنا سيستم منظم. انت بتشوفي يعني لحظه الفطار عامله ازاي؟ لا بشوف. عشان كلنا بننزل في اخر لحظه، في اخر لحظه. يعني كل حاجه عندنا اخر لحظه. ما انا بقول لك دي بقت ثقافه بقت ثقافه عامه عندنا، لان ده بقى السيستم. هقول لك على نقطه الشغل، ان احنا مثلا بنشتغل وبنصور. انا مثلا واحده بدات المسلسل قبليها باربع شهور ونص، ده وقت كافي جدا ان انا اخلص مسلسلين مش مسلسل. بس بتلاقي حاجات بقى تعيقك في النص. ساعات بعض الزملاء بيشتغل في اكتر من عمل، فعلى ما تظبطي مواعيده تلاقي زميل تاني مواعيده خلفت وهو معاه في نفس المشهد. على ما تظبطي الممثلين الاثنين تلاقي اللوكيشن اللي صورتي فيه حد تاني اخده، فبيبقى في حاجات تانيه. فكله بيعطل بعض، كله بيعطل في النهايه، كله بيقف وبيعطل بعض. بس حاجه تانيه بقى، هتلاقي ان حتى الناس المموله للعمل بتأخر الفلوس، زي القنوات المموله للعمل، الجهات لغاية الكبيره قبل رمضان يعني لغايه قبل رمضان يبتدي يبقى في سيوله. مسلسل لو انت اتعرض عليكي مسلسل تاني مش هتبداي فيه غير بعد العيد او بعد نص السنه. على بال ما دوره المال تمشي. بالظبط. وبعدين يقول لك ايه ده رمضان جه بسرعه. طب ما انت عارف انه رمضان بيجي كل سنه في المعده. فهي دي بقى المشكله، ان زي ما بقول لك مشكله سيستم. يعني حتى لو انت محضره نفسك بدري، تنظيم الوقت، نظام، لا تنظيم كل حاجه، تنظيم السيستم. السيستم كله مبني غلط. زي ما بقول لك في العيد الناس مش، ما هي الناس مش عايز تنزل في الزحمه اكيد. بس حاجه العيد بتطرح في الاسواق قبلها باسبوع. لا طب انا ليه ما افكرش زي ما بيفكروا بره، ان انا اطرح الحاجه بدري واعمل سيستم ان انا الديسكاونت. طب خليني اساعدك في حاجتي. يعني مثلا احنا الموازنات اللي هي بتاعه الوزاره، كل وزاره ليها موازنه اللي هي هتشتغل بيها. الموازنات دي لازم تكون في مجلس الشعب، مجلس الشعب بيتاخر علينا على بال ما يخلص. مش بقول لك من فوق. مجلس الشعب وتعملي ايه في الوزارات؟ حلي المجلس الشعب وحلي الوزارات. لا المجلس الشعب يشد حيله، عشان انا اديكي فلوس عشان انت تصوري مسلسلك، انا لازم استنى ما تجيلي الموازنه. والموازنه في مجلس الشعب اتاخرت عليا، اعمل ايه؟ يبقى المجلس الشعب يشد حيله ويخلص الحاجات بدري. ما هو انا بقول لك بتيجي من فوق. ما هو لما يخلص شغله هو بدري ويعمل حسابات الناس دي، ما هو زي ما بقول لك سيستم كله. ما هيقول لك لجنه الخطه والموازنه اتاخرت عليا. خلاص بقى خلينا عايشين في اللي احنا فيه، هنعمل ايه؟ ما هي لازم الحل يجي من حد في ايده القرار.
يا اما نبطل البيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها ولجنه الموازنه، ولجنه الموازنه تعدي على عم محمد، وعم محمد يديها لعم احمد، ونفضل بقى نعيش اللفه دي. لا، الا لو حصلت مصيبه. ايوه ساعتها ها السريع الحل بيجي ايه؟ في ثواني. تمام، زي ما يقولوا لك بكره رمضان. كل حاجه بتبقى منضبطه وتمام. بالظبط كده، بالظبط. شكل الحل في الحته دي من عند ربنا، مش عارفه ليه. بنلف حوالين بعض. خلاص خلينا لحد لما الحكومه نشوف هتحلها ازاي ونستنى، لكن تعالي نتكلم على سلوكياتنا يمكن نقدر نحل فيها. ونقول للناس يعني طابور العيش ده مثلا، الناس اللي بتقف عليه. يعني طابور العيش ده يعني حصل انه بقى في اقتراح يقول لك انا ممكن اوصل العيش للبيوت. الله، طب ما بيحصلش الحل فين؟ احنا مستنيين. مش بقول لك برضو الحل في ايد الناس اللي في الاداره، انه اللي بينظموا الموضوع ده كله. يعني مثلا موضوع فاتوره المحمول اللي اتكلمتي عليها، انا بقالي سنين اتفقت مع الشركه انه بيبعتوا حد البيت ياخد فلوس، وده بدا يبقى فيه حلول شويه، ويبقى مقابل حتى حاجه بسيطه. طب المذاكره ليله الامتحان، انا رايي انه يبقى المراجعه في اخر يوم قبل الامتحان، انما المذاكره من اول خالص ليله الامتحان صعب. ما احنا هنرجع للتعليم، لان هم بيكربسوا المناهج مره واحده، فالولاد اضطروا يراجعوا كله على بعضه من الاول. حلها ايه؟ لا، حلها ان يبقى عندنا اللمبه اللي بتبقى منوره في مصر كلها دي قبل ليله الامتحان. ده احنا بتهيألي ما فيش حد بينسى ايام الامتحانات. انا بالنسبه لي كانت كابوس. لا، وكل ما يجي شهر مايو تفتكري الكابوس ده. بس امتى هنخلص منه؟ حلوا ايه بالنسبه للاسر؟ لا، هي بصي مشكله التعليم عامه عندنا فيها ازمه كبيره جدا. انا كنت بدرس بره مصر فتره، ولما رجعت مصر انا كنت هناك باخد 5 مواد فيهم الارت الرسم يعني. جيت هنا فوجئت ان المنهج 13 ماده. 13 ليه 13 ماده؟ ليه يعني هناك بيقول لك انت عايز تطلعي ايه؟ بيبتدي يمهدك بقى من ثانوي. دكتوره، المواد دي هتاهلك ان انت تدرسي طب. عايز تطلعي هندسه، المواد دي هتاهلك تدرسي هندسه. طب الاسره تعمل ايه؟ اللي هي كلها بتحشد همم الطالب لليله الامتحان. الاسره ربنا يكون في عونهم. لازم، هو مفيش حل. انا بقول لك الحل برضو من فوق، ان يبقى في، هنفضل نستنى فوق ما نحل احنا؟ نحل ازاي؟ نعمل ايه؟ هتحل ازاي واحد عنده 13 زي ما قلتي؟ طيب برضو شافكي 13 ماده، مين ويستوعب؟ انا جيت اتصدمت انه، وانا المفروض ان من الناس اللي بتذاكر كويس وبتاع، جيت في ثانويه عامه خدت 69%. كنت بدخل احس ان انا حليت ايه جامد. بس ايام مثلا ان كان 70 بيدخل هندسه ساعتها. 69 ده ما كانش يعني، مع اللي بيجيبوا دلوقتي 105%. اقول لهم ايه ده، انا كنت فاشله بقى. ما دول بيقعدوا بقى مش طبيعي يكروا بس كر يعني. ما فيش حاجه اسمها 105% برضه. في 100% ده الاخر. ايه 105 و109 يعني؟ شوف دول ناس ايه، عباقره. دول حلهم ايه يعني؟ دول حلهم ايه؟ متكربسين، ده شكله عندهم امتحان بكره، او ده بيشرح. اولا انا رايي تحديد الناس، بس مش عايزين نلوم بس على تحديد النسل، ولا تحديد، ولا تنظيم التعليم. ما هو الناس برضو يا حرام. خلينا نكمل البرنامج على خير، قربنا نخلص رمضان. تعالي نروح المستقبل. تعالي يا داليا، وخدتك لحد سنه 2040. الله. وفي 2040 الرفاهيه اللي وصلت ليها مصر بقت بتنظم بقى مسابقات زي ملكة جمال العالم. متخيلة المسابقة ده هيبقى حلم ولا حقيقة؟ طبعا هتبقى عند الأهرامات برضو. أتمنى تبقى بس ماسكة نفسها وموجودة. ليه بتقولي برضو بزهق كده؟ لا، بقول تبقى ماسكة نفسها ومحافظين عليها. الأهرامات بعد 40 سنة أو 30 سنة. نحافظ عليها بس، وتبقى مش بزهق، بالعكس تبقى يعني حاجة احنا فخورين بيها. أو مثلا في أبو سمبل، او في حته اثريه يعني. اكيد هتبقى حاجه مبهره جدا. المهم اللي يمسكوها تبقى ناس صح، اللي يبقوا قائمين على المسابقه تبقى ناس صح، ويا ريت يبقوا مصريين مش اجانب. عشان ده بقى انا بتفقع من الحاجات دي، الاقي ناس اجانب يجوا يعملوا حاجات في بلدنا ويستغلوا امكانياتنا واحنا بلح كده. لا، طب ليه ما يبقوش مصريين يعملوها ويعملوها على احسن صوره؟ بس ندي العيش لخبازه. هل البنت المصرية 2040 ممكن تفوز باللقب بسهولة؟ ممكن تفوز العالم دلوقتي. المشكلة أنا هقول لك إيه في ملكات الجمال بره، حتى لما بنت مصرية، أنا شخصيا كان مشاكلي إيه؟ أنا كنت طالعة لوحدي. مفيش حد ورايا. هناك بيطلعوا معاهم دولة واقفة وراهم. البنت معاها 3-4 صحفيين، وفد صحفي
بيرد عنها، بينظم لها وقتها، متحدث رسمي باسمها، بيبقى فيه دولة مطلعة واحدة بتمثلها رسميا. هل هيبقى فيه عارضة ازياء مصرية وتبقى عالمية؟ تبقى سيندي كروفورد؟ احنا تبقى هو المشكله في مش في ان عندنا بنات او ان عندنا بنات فائقات الجمال في مصر زي اي بلد تانية، هتلاقي المودلز او الناس اللي شكلها بمواصفات معينه قوي دي هتلاقيهم قله برضو زي بره. انا راضيه بالقله دي، ما مش هنجيب الشعب كله يلعب زي الكوره، عندك فريق كوره واحد يبقى فيه طبعا. ليه لا؟ طب قولي لي 2040 رحنا كان لقينا فيلم مصري الله متقدم وحضرنا الختام انا وانتي وداليا خدت السعفة الذهبيه، حلم ولا حقيقه؟ ميرسي يا جماعه قوي، كان نفسي فيها من زمان. حلم ولا حقيقه؟ بس كنت عامل ايه دور جده ساعتها بقى؟ لا 2040 لسه. يا دوبك هكبر نفسي شويه بقى دور جده. يعني حلم ولا حقيقه؟ الاسهل ان الممثل يوصل، لكن صناعه الفيلم لسه. لسه انا مش فاقده الامل زي ما بقول لك، انا فايتر. بس بقول قدامنا شويه. وخلي يعني بالك يعني احنا امتى احنا انا اديتك 2040 امتى؟ 2080 السينما المصريه 2080 خلينا 2080 عشان نتفائل. وانت كمان لا انا كده متفائله. هو 2080 هيبقوا يعملوا برنامج تاني ونشوفوا بقى فازوا ولا ما فازوش. احنا هنقفل ونروح. لا واحنا يقولوا كانوا في المذيعه القديره والفنانه اللي كانت بتمثل دي وعملوا برنامج ويتكلموا عننا علينا بقى من الجدود ساعتها. بالظبط هنكون خلاص يعني احفادنا بقى هم اللي بيقولوا ياه كانوا متفائلين زياده عن اللزوم. انا بشكرك على البرنامج ده، لان انا الكام حلقه اللي شفتهم الوقت اللي قدرته اتبسطت جدا، لانه بيفتح دماغ ناس كتيره قوي انها تفكر في حاجات يمكن بسيطه ما تعديش علينا فيها حلول. يعني موضوع الدم ده انا متهيالي ناس كتيره قوي ما تفكرش فيه غير لما يبقى حد عندهم لا قدر الله في العيله ويحصل لهم كارثه. زي ما احنا قلنا في اخر لحظه ويدور. كل حاجه بنفكر فيها. فانا بشكرك ان انت بتفتحي عيون الناس، والبرنامج ده بيقدم قضايا بجد مهمه، ما نبقاش اللي هو برامج وخلاص اللي هو حتى بنفكر فيها. يعني واحنا حتى بعد الفطار واحنا قاعدين مرتاحين مع كنافه والقطايف نفكر شويه، ما بقاش كله سمر وما بقاش كله ريش نعام. يعني بالظبط يبقى برضه بنفكر شويه. ليه بيقولوا ان الفنان السوري اقل اجرا فالاقبال عليه اكتر؟ لا يقولوا ان المصريين اعلى اجر، كانوا في الاول عشان يبداوا وبعد كده بيرفعوا اجرهم زي كل الشيء. تتضايقوا لما بيقعدوا يقولوا الارقام دي؟ داليا انا بتضايقني بتستفزني. عديتي ثلاثة ولا بص هقول لك حاجه بتستفزني ليه؟ لان كل حاجه ده رزق، واللي بيعمل قرش او بيبيع بقرش بياخد قرش. طلعتي ذكيه بس في بتاع والله عديتي. انا يعني اغلب الاذكياء تقدري تقولي كده يعني ذكيه لسه مسبوقه في 2-1 مش هقول ارقامي يا شركي.